في ليميت ما في الواحد يتخطيهم. حتى انت وعم تعطي رأيك في كلمات انا بقريهم اوقات بقول يا عمي طيب حط حالك محل هيدا الانسان. تخيل امه عم تقرأ، اخته عم تقرأ، ليك انا قطعت فيهم هولي. يعني ايام صباح كانت اول ما هيدا فوعت السوشيال ميديا، اذا حط واحد تروبوان برا ما بيعرف يلعب يروح على البيت، واذا حط 2-3 تروبوان بيعملوه مش عن صباحا حيلا لعيب. يعني ليش جايب جاجا؟ شو بدك تحكي مع جاجا؟ انه شو بتفهم هي اصلا؟ انه هو يعني هو اندايركت عم بيقول لي انه اكيد جاجا بس خلص شقرة وطويلة يعني ايه انه بنت حلوة كمان هيك هي اون تي في. بدي كان اعمل شيء عن جد يكون سبيسيال عبالي انه لا في بنت يكون ناعمة، ما رح اعتبر حالي بنت كتير حلوة، بنت ناعمة مرتبة فيها تكون تفهم بالسبار وفيها تحضر وفيها تشتغل. وانا برأيي جد كل شخص بده بيصير يعرف. هلا ما رح كذب عليك قلك ما بنبسط انه بس يقولوا لي جاجا عم نحضرك وهيك، بس منا الشيء اللي انا يعني منه شيء هيدا هو اهم شيء عندي، لانه برجع بقلك هلا فيني اعمل انستغرام موديل وبنشهر. يعني الشهره منا بقى بايامنا جد، بفوت على السوشيال ميديا يعني بعمل على تيك توك هيك كثير مشهوره. يعني منا لا كثير بنبسط بشيء تاني، بنبسط انه نجحت جاجا بهيدا الشيء، حلو كيف عملت هيدا الحلقه، حلو هيدا السؤال، حلو كيف فكرت بشيء out of the box هيك. يعني قصص بتبسطني أكتر 100 مرة من أحدا يقول حلوة هيدا تبع الباسكت مثلا. أول ما أنا قررت فوت بهيدا الدومين كل العالم قالوا لي ما رح توصلي وما فيك ولا تعرف أنت بنت وشوي تكون ناعمة ومهضومة. يعني أنا أول شيء خفت قلت بركي العالم ما حبتني، بركي حكيوا علي، بركي تعرف عن أي مود عم بحكي. بالعكس قويت حالي وقلت أنت ترسم طريقك. ومرة بعتت لي بنت على إنستا سؤال، أنا كنت حاطة Ask me a question، بعتت لي الإعلام أو شي مجال الإعلام بده تنازلات. طلعت هيك قلت أنا إذا الإنسان بده يتنازل بيتنازل بالبنك، موظف البنك بيتنازل، أنت هلأ فيك تتنازل. يعني هيدا ستان كاركتير أبداً ما خص أنت شو بتشتغل بالكاركتير تبعك، أنت بترسم عطول بالحياة جاد عندك ديزوبسيون وعندك خيار، أنت بتختار شو بدك تعمل بالحياة، أو بتختار تمشي بطريق صح ومزبوط أو بتختار أوبشنال. الشغلة بدي أقولها لكل البنات، ما تخلوا شي يأثر فيك. أنا كتير كنت خاف جاد، كنت كتير خاف لا وصعب هيدا الدومين، ويقولوا لي لا بكرة بتعمل النص هيدا وبتفلي على البيت ما رح تعمل شي. ليه عم ليه لا. وتاني شي في شغلة كمان ما بحبها، انه مثلا بتكون بنت بعدها مبلشة مثلا تقس ريبورتر او شي ماشي ما إلا طعمة. ما الواحد بيطلع درجة درجة، ليه ما إلا طعمة؟ خاف من شي ما تخاف من شي. واحد اذا عن جد نيته صافية وبيآمن وبيحط كل شيء قدامه وعباله يعمله بيقدر يوصل لمحل بالحياة. ليك أنا بحس الإنسان بيتغير، يعني في ناس بتكون عصبية، أنا قبل كنت أعلق على كتير قصص صغيرة، من بعد ليك أنا تغيرت كتير من بعد ما متخية صراحة، كتير تغيرت قصص براسي وصرت أفكر إنه جاد أنا هلا يمكن فيلم من هون فوت بالحياة. شيء ما بيتصدق قد الحياة منا محرزة على ولا شيء. whatever الخسارة خسارة، وكل شيء بيقطع معك بحياتك بيغيرك بمحل وبيعلمك كتير قصص. أنا تعلمت إنه ما في شي بيحرز بهالدنيا ولا 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 شي.